كان عندي أب غاوي يحكي لي التاريخ أوديه سلمان على كتفي. كنت مدركة لقيمة هذا الكيف، إن البلد دي في الحقيقة ما بتطلعش غير وهو قوي وما بتروحش غير وهو ضعيف. التاريخ هو اللي بيقول، مش أنا اللي بقول. التاريخ هو اللي بيقول إن الجيش ده حتى أمي الطيبة مع أولاد الناس الغلابة هما دليل أهل مصر. الحقيقة هما دول ملح الأرض اللي شايلين البلد. مفيش في الجيش المصري كبير قليل وعالي المقام، كلهم بيادة واحدة، كلهم أمرجول واحد، كلهم لبس واحد. أنا فاكرة كويس أوي اليوم ما ابني دخل الكلية الحربية، كنت قاعدة في أول حفلة يعملوها والناس داخلة الدفعة 111. فاكرة كويس إن كل الناس كانت بتقول أيوه ده ابني، والتانية تقول لأ أيوه ده هو اللي ورا، والكل في النهاية يقول لا ده كلهم شبه بعض. فاكرة كويس قوي أول محاضرة قلتها في الكلية الحربية وهو فترة الخمسة والأربعين، لأ فترة الثلاث شهور. فاكرة بقى إيه وأنا داخلة بقى يعني هشوفه بقى وهو قاعد قصادي وأنا مش شايفاه. وأول زيارة لي لقيته بيقول يا ماما عيني جت في عينيكي ثلاث مرات ما تعرفنيش. أقول له أنا كنت شايفاك واحد، بشوفك واحد، ملومك واحد، حتى حلقتك واحدة، ضربة المكنة واحدة الضربة باينة فيه صح؟ ما كانتش حلاقة الحقيقة، أكذب، ضربة مكنة واحدة، أكل واحد ولبس واحد. يا أمي أوعي تقولي الكلام ده، ملح الأرض هو اللي حامل الأرض دي، ملح الأرض هو اللي ميتفرقش أبدا ما بين ولادها، علشان الجيش ده بيادة واحدة عارفة دبة خطوتها، بيادة واحدة ساعة الخطر هي اللي بتحميها، محدش يعرف مين غني مين فقير، ولا يعرف مين الأهم ولا مين الأحسن إلا بعمله وإلا بشهادة. أنت عايزة تقوليلي من اللي عمله ابنك يا أمي، واللي عمله محمد عفو، واللي عمله كريم مدحو، واللي عمله أدهم الشماشي، واللي عاشوا منهم كمان، مش بس اللي راحوا. دول مش غنى، ده غنى وما بعد غنى. ايوه احنا بنعاني في بلدنا من فساد كتير، فساد النفوس، بنشتكي الفساد واحنا ممارسين دي على اعلى مستوى بالمناسبه بنشتكيه واحنا بقيت بقى في سلوك. لكن الرجاله دول كل ما حد يقول لي في فساد في البلد اقول له النبي اخفف رجلك بس وروح شوف معنى كلمه اصابه في مستشفى من المستشفيات العسكريه عشان تعرف ان في ناس بتعاني من الفساد وبتكافح ارهابه، وناس مصره انها تعيشنا في امان، مش عارف علينا نبقى فاسدين او نشتكي اللي عايز يغير.